صالح جمعه. صالح جمعه واحد من اللاعبين الجيدين جدا، وبالمناسبه انا يمكن كنت اكتر واحد، سواء يمكن في القنوات السابقه اللي كنت بشتغل فيها كنت بنتقد صالح جمعه بشكل كبير جدا جدا جدا، وكنت حتى لما بشوفه في اي مكان خارج النادي كنت بقعد اتكلم معاه كتير قوي، اقول له اللي انت بتعمله ده غلط، واللي انت بتعمله ده كذا، واللي انت بتعمله ده كذا، واللي انت بتعمله ده كذا. صالح جمعه منذ عودته ومنذ قيده في القائمة المحلية في النادي الأهلي وقيده في القائمة الأفريقية، الحقيقة بداية من شهر واحد احنا حاسين بصالح جمعة مختلف، حاسين بصالح جمعة ماشي بشكل رائع الحقيقة، سواء في التدريبات سواء في الالتزام، ده بناء على الكلام اللي بنعرفه من المجموعة اللي موجودة أو الإداريين اللي موجودين، وإحنا برضو بنفسنا بنبقى بنشوف الدنيا كلها والناس كلها بتشوف بعض، مصر كلها اوضه وصاله زي ما بنقول، فبنشوف بعض في كل حته. فاللي عايز اقوله لحضراتكم ان صالح جمعه خلال الفتره اللي فاتت او خلال اليومين اللي فاتوا تعرض لحمله غريبه جدا جدا جدا، وانا للاسف الشديد كنت نفسي احط لحضراتكم الصوره اللي ركبوها لاحد لاعبي نادي او احد اللاعبين في اوروبا وهو يعني بيشيش، انا بقولها لكم اهو بمنتهى الصراحه، وحطوا عليها صوره صالح جمعه. الحقيقه شيء انا ما بحبش الكلام ده اطلاقا ولا بحب اتكلم فيه، ولكن زي ما كنا بننتقد صالح جمعه عندما كان عقله مش في راسه، عايزين برضو نقف مع صالح جمعه في الوقت اللي احنا او اللي هو شايف ان هو النادي الاهلي محتاجه، وان هو ماشي بشكل جيد جدا وملتزم بشكل جيد جدا خلال الفتره اللي فاتت، وهيعمل حاجه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. زي ما حضراتكم شفتم من امبارح واول امبارح كوميكس كتيره جدا وكلام كتير جدا على السوشيال ميديا يخص هذا الموضوع، ان صالح جمعه ماسك شيشه وبيشاش، الكلام ده الحقيقه مش صحيح، الكلام ده الصوره دي هي صوره عاريه تماما من الصحه ولا فيها اي حاجه، هو واحد بس كده من كارهي النادي الاهلي، وانا مش عايز اقول طبعا هي صفحه معينه، مش عايز اقول هي صفحه ايه، ولكن هم هي صفحه من الصفحات اللي بتكره النادي الاهلي، حطت صوره صالح جمعه وعملوا عليه بقى القصه دي كلها، وبعد كده رموها في كل حته في السوشيال ميديا عشان الناس، عشان الاهلاويه يزعلوا مره تانية من صالح جمعه. بقول لحضراتكم وعن اقتناع تام ان صالح جمعه ماشي بشكل جيد جدا سواء جوه الملعب او بره الملعب، وبالمناسبه بره الملعب اهم كتير جدا 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 من جوه الملعب، بره الملعب هو ده اللي بيوصلك ان انت تبقى موجود جوه الملعب، عشان كده بقول لحضراتكم خدوا بالكم من الكلام ده، اعرفوا ان الكلام اللي بيحصل ده ما هو الا مجرد سلسله من الخبطات اللي كارهي النادي الاهلي بيعملوها علشان يوقفوا النادي الاهلي، ولكن سيظل دائما النادي الاهلي ماشي في طريقه، النادي الاهلي ماشي في طريقه. ولو تفتكروا حضراتكم من حوالي قد ايه يا جماعه، من 3 أسابيع او من شهر، انا قلت لحضراتكم الفتره اللي جايه هتبقى فتره كلها اشاعات، فتره كلها تخبيط في لعيبه النادي الاهلي، لان هو مش قادر يعمل اي حاجه تانية، عمال يقول اصل مجلس الاداره، مش بتكلم على شخص معين، انا بتكلم بشكل عام، اي حد بيكره النادي الاهلي او اي حد عايز يوقف مسيره النادي الاهلي بيطلع يتكلم على مجلس الاداره دول بيعملوا كذا وكذا وكذا. مجلس الاداره طبعا عندنا ناس محترمه ما بتردش الا في الوقت المناسب، ما بتردش غير بالقانون وبالورقه وبالقلم ومن خلال متحدث رسمي.